استطعنا أن نحقق هذه الزيادة، وهي زيادة في الموارد مبشرة. احنا أول مرة من 2001 يكون عندنا فائض يساوي حوالي 700 مليون جنيه موجودين في النهاردة في ودائع للمحامين، اللي هنستخدمها مع باقي الفوائد لدعم كل خدمات المحامين ورفع كل ما يمكن رفعه من أدوات بعد ما مرت سنوات طويلة. رغم أن احنا طوال هذه السنوات أقمنا إنشاءات وأبنية ومقرات، مقر نقابة المحامين، مقرات في 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 أسوان وفي الأقصر تحت التشييد، وفي المنيا، وفي التجديد الذي يجري في الإسكندرية، وفي كل المحافظات تقريبا، كل مقرات المحامين، كل النقابات الجديدة التي استحدثت لها مقرات دفعت أيضا من موارد نقابة المحامين، ولم يؤثر هذا الدفع ولا هذه المدفوعات على ما على 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 الفائض ولا على الخدمات التي قدمت للسادة المحامين. نحن نقول ونفتخر بأن ما قدمناه من موارد وما قدمناه من خدمات هي خدمات مستحقة للمحامين، وهي أقل مما يستحق المحامين، لكن في النهاية هي من معمولات الإمكانيات المحدودة. آن الأوان إن احنا نتحدث عن مدخولات جديدة، علشان نتحدث عن ميزات جديدة بإذن الله سوف نشارك فيها أو بها بعضنا مع بعض.